والأسباب تقنية محضة، ما تأثر لا على ضرورة الانتخابات ولا على كيفية سيرورة الانتخابات، والباقي كله فلسفة وتكهنات. اللي يبغيك يشوف فيها أمور إيجابية واللي يكرهك يشوف فيها أمور سلبية وخلاص. 6 سبتمبر لأن يبان لي باللي المواطن يكون أكثر استعداد لإدلاء بصوته، يعني لأن تقريبا يكون انتهى من وقت العطلة، سواء عطلة شخصية أو عائلية، وكل الناس تكونوا رجعوا للوطن، والمواطنين تاعنا اللي عايشين في الغربة يكونوا رجعوا للعمل تاعهم. هذاك هو الوقت المناسب مع الدخول، بداية الدخول الاجتماعي تكون انتخابات، وأعتقد أنها تكون إيجابية إن شاء الله.